نادرين جدا الطباخين اللي يغامرون بابتكار طبخات غريبة، وفالح الفياض واحد منهم. هاي هوايته من زمان مو من اليوم، سواها بالانتخابات السابقة من أسس عطاء وتحالف ويا الحزب الإسلامي وشخصيات مستقلة أخرى، وكانوا كلهم جزء من تحالف النصر اللي كان جزء أساسي من تحالف الإصلاح. بعدين ربان السفينة الفياض فر الدفة ورسى بيها وبسفانتها 22 على شواطئ تحالف البناء. بهاي الانتخابات كرر صناعة الطبخة وراح يشارك بتحالف العقد الوطني، ومصطلح العقد ينطي إيحاء بوجود أطراف متعاقدة بس مو بالضرورة من طيف واحد ولا من منطقة محددة. لهذا التحالف يضم شخصيات شيعية وسنية، وراح ينزل مدن مختلفة من بغداد والحلة ومن البصرة ومن الموصل. أطراف العقد هم عطاء اللي يزعم الفياض، الحزب الإسلامي اللي يزعم رشيد العزاوي، وحزب الثبات العراقي اللي رأس عبد الرحيم الشمري، وهذا طبعا بالموصل، وياهم تيار الإصلاح لإبراهيم الجعفري، وأكو تجمع رجال العراق بالبصرة، وهذا التجمع سبق أن فاز بمقعد انتخابات 2018. يضاف لهم تيار وارثون اللي هم خليط من مجموعة منشقة من حزب الدعوة تنظيم العراق أو دعاة الإسلام حسب التسمية الجديدة، وبعض المرشحين اللي دفع أسماءهم رئيس الأركان لرئيس الهيئة. وأكو أيضا بالعقد الوطني تيار اسمه تيار الحزم الوطني، وهذا التيار ناشط بالبصرة. خلطة غريبة تتميز بصفتين، أولا أبرز أطرافها منشقين من أحزاب كبيرة، ثانيا تتركز بمدن مهمة وهي بغداد والبصرة وبابل والموصل. الموصل اللي حصل بها الفياض بالانتخابات السابقة على عدد من المقاعد. ليش الموصل بالذات وليش الإصرار عن النزول بها؟ هل هناك أثر للهلال الشيعي يمر على بعض من مناطقها؟ ما ندري. الطباخين المهرة لا يعلنون عن تتبيلة طبخاتهم، بس ماكو شيء ينضام.